أهلا بكم أصدقائي. اليوم بحلنا نحل المشكلة أنها ما كانت من مستخدمي هواتف شاومي، وهي يعني تسجيل المكالمة ويخرج عند الاتصال يخرج معنا الصوت. التالي كما تلاحظون يجري الآن تسجيل هذه المكالمة. اضغط على واحد. والآن عند يعني كما تسمعون الآن عند أيضا يعني الضغط على إنهاء المكالمة تخرج الصوت. كل ما فقط هو التوجه أسفل الفيديو في الوصف وتقوم بتحميل هذا التطبيق لدينا، تجدون رابط مباشر من بلاي ستور وتقوم بتثبيته وإعطائه يعني الموافقة ليكون التطبيق الأساسي، ونضغط على Don't Ask Aga يعني لا تسألني بهذه الطريقة. الآن لكي نعلم أننا لا نريد أن نقوم بتسجيل المكالمة، وما يهمنا فقط هو إجراء المكالمة مع الشخص المرغوب فيه. لذلك أنصحكم بهذا التطبيق الرائع والسهل للغاية يعني في الاستعمال. كما تلاحظون الآن تخرج معنا الواجهات التسجيل، حتى وإن أردنا أن نسجل يعني هنالك تطبيق لكم أسفل الفيديو في الوصف، تقوموا بتحميله من بلاي ستور برابط مباشر كما قلت، وتعلم عليه أوتوماتيكيا يسجل لك يعني المكالمات، وتقوم أنت باختيار إما أن تحذف أو تترك تلك يعني التسجيلات. وهنا كل ما فقط هو أن ذهب إلى التطبيق جوجل، هذا الاتصال الخاص بجوجل، يعني نقوم بحذفه جميع من الشاشة الخاصة بهاتفنا، ونضع هذا التطبيق يعني السهل. والله أعجبني هذا التطبيق، أردت أن أشارك معكم وأقدم لكم هذا الحل الثالث من قناتي المحترف للشروحات. أتمنى أني قد وفقت. لا تنسى الإعجاب بالفيديو، ونلتقي في فيديو جديد. سلام.